نبدأ قصة النجاح اللي احنا عايشين فيها اللي ان شاء الله تكتمل بنهاية 2020 بعد سنة من دلوقتي. اكيد بدايتها اكيد حضراتكم عايشتوا السكان اللي كانوا موجودين هنا، وانا بكرر تاني انا واحد من اللي كانوا شغالين في ماسبيرو، ولما كان بمصادفة ادخل ورا ماسبيرو لاي سبب حكت صعبة، حياة كانت بائسة، حياة تخلو من الآدمية. إذا حضراتكم استمعتوا للناس، طمنتوهم، شرحتوا لهم إيه اللي هيتم بالظبط؟ موضوع حل المشكلة ما طلعش مننا إحنا، حل المشكلة طلع من أهالينا. إحنا جينا هنا قبل ما نهد أو نعمل أي حاجة، لما فكرنا حطينا خطة، فلقينا يعني نقدر نقول ما نجحتش العملية قبل كده مع الحكومات السابقة. حقيقي. علشان حاجة واحدة بس، إن كان الحل من طرف واحد، هو الحكومة بتفترض حل واحد بدون بدائل وحل غير مناسب. يعني مثلا ايه، كل عيله هتطلع وتاخد 10-20 ألف جنيه، مش حل مش مناسب. انت كده بتقول له روح حته تانية، بتدمر حياته، بتدمر كل حاجه هو عايشها، وبتقول له الحل من طرف واحد. لا، عشان كده كانت كل المفاوضات مع اهالي مثلث ماسبيرو كانت بتفشل لان ما تسمعوش الطرف الاخر اللي هو الاهالي نفسهم، اللي الحل عندهم، الحل ما كانش مننا احنا، الحل كان من الاهالي نفسهم. احنا جينا هنا على فكره كنا بنيجي ونقعد، والناس تشهد، اهالي ماسبيرو اللي هيرجعوا تاني ان شاء الله، كنا بنيجي نقعد معاهم على القهوه ونيجي نفطر معاهم في رمضان، كان بيعزمونا على الفطار على حسابهم طبعا، ونيجي نفطر نقعد نفرش على الارض ونقعد ونتكلم، انت عايز ايه وانت عايز ايه وانت عايز ايه. طلع لنا 5 رغبات هم قالوا. واحد قال لك انا عايز ارجع تاني المنطقه، مش هتعتع من هنا، انا دي مكاني وهموت هنا. اوكي حاضر. واحد تاني قال لك ما تديني شقه في ماسبيرو مفروشه. حاضر. واحد تالت قال لك انا عايز تعويض مادي بس مناسب. عادل. كلمة مناسب وعادل، عدنا نحسبها كلمة مناسب وعادل دي يعني ايه؟ طب الدولة بتدي سكن في الاسكان الاجتماعي الشقة ب 170 ألف جنيه ساعتها، 3 أوض وصالة. هو حتى لو قاعد في أوضة هنا، طب أنا بحسب له بقى، بقول له إيه؟ أنت الأوضة بقت ب 60 ألف جنيه زائد 40 ألف جنيه دعم اجتماعي. الأوضة الواحدة لو عندك أوضة بس ب 100 ألف جنيه. وأنت أصلاً اسكان الاجتماعي 170 ألف جنيه، أنت لو دفعت مقدم بس ال 25 ألف جنيه ساعتها ولا 15 ألف جنيه على ما أتذكر، الباقي كله هيفضل معاك تحطه في البنك يجيب لك اقساط للشقه اللي هتبقى ملكك في الاسكان الاجتماعي. او لو عندك اوضتين وصاله، معناها بحسب صاله اوضه بقت 3 أوض، يبقى عندك 3 أوض ب 180 زائد 20 زائد 40 ألف جنيه، 220 ألف جنيه هتشتري كاش وتبقي فلوس كمان. صح. عدنا نحسبها كده ازاي انت توصل لمرحله الامان. هنا الحكومه لما فكرت ما فكرتش بالمنطق بتاع زمان، اللي هو ازاي، خليني اقولها بالبلدي كده، قبل في المواطن. ازاي يعني ايه اطلع بمكسب الحكومه؟ ما الحكومه انت الشعب وانت الوطن وانت المواطن، الحكومه هي كده. ده الروح اللي كانت شغاله زمان. دلوقتي الروح دلوقتي انا من الوطن ده، من المواطن ده، انا زي زيك، مصلحتك ايه؟ والقياده السياسيه دايما، القياده السياسيه تؤكد مره واثنين وثلاثه، اسعدوا الناس اسعدوا الناس اسعدوا الناس، بيكررها دايما، ما تتعبوش الناس. ايه المشكله الناس تفرح؟ ايه المشكله الناس تعيش في حاجه نظيفه؟ وكنا نطبق الكلام ده. انتوا شايفين العمران بتاعنا، انت دلوقتي واقف في مشروع ما بيقلش، الشركات اللي بتنفذ في العالمين والعاصمه والحاجات دي هي نفس الشركات بتنفذ هنا. أيوة. المعدات ونفس اسلوب العمل، انت لما هتمر هنا نفس اسلوب العمل، نفس المهندسين هم الكفاءه اللي بيعملوا شغل. والله انا لولا الحرج يعني انا نفسي اذكر اسماء الشركات، لكن اكيد حضراتكم الفيديوهات بينت، يعني كبرى شركات الانشاءات المصريه اللي بتشتغل في ارقى المواقع في مصر واغلى الابراج السكنيه للمتر فيها ب 40 و 50 الف جنيه، هي اللي شغاله هنا، هي اللي بتنفذ شقق الناس الغلابه هنا، انجاز التعبير. يعني انا عايز اقول لك ان الشقه هنا مكلفانا كتير قوي عشان المواطن ياخدها، كتير جدا. مش عايز اقول كتير، ده الرقم كام. ليه؟ لان احنا بنبني ابراج، كل ما بنعلى ابراج تكلفه عاليه جدا، غير ان احنا عاملين خوازيق في الارض 30 متر تحت الارض عشان طبيعه الارض هنا ما تتحملش الابراج العاليه دي، فالتكلفه عاليه جدا. ومع ذلك حققنا رغبه الناس، احنا خدنا رغبات الناس حطيناها في استماره واختاروا. اللي قال رغبه، قعدنا نفكر، هم كانوا 5 رغبات. قعدنا نفكر في رغبه سادسه ونجيب الناس ونفكر، يا جماعه في رغبه سادسه، في حاجه سادسه انتوا عايزينها؟ قالوا لا، ما هم في رغبه منهم اتقسمت لثلاثه، اللي هي ان هو يرجع تاني المنطقه، هل هو عايز ايجار ولا ايجار تمليكي ولا تمليك سريع، ان هو يدفع مثلا على اقساط قريبه جدا. فدي بقى عندنا 5 رغبات. كويس. يا جماعه في رغبه سادسه، في رغبه سادسه، ما حدش قال لنا في رغبه سادسه. حطينا 5 رغبات في استماره، وجوم الاهالي كل واحد اختار اللي هو عايزه، اللي هو حاسس ان هو مناسب ليه. كويس. وعلى فكره ما فيش رغبه فيهم بقت صفر، والا معناها ان الرغبه دي لو كانت صفر معناها ان لا مش مطابقه للحياه، ما هياش مناسبه لاي حد. كله اختار. عندنا 4537 اسره الطبع 5437 استماره، 8 أسر فقط اللي ما مضتش. وبعد ما تاكدوا ان ما فيش يعني ما بيضحكش عليهم او الكلام الغريب ده، جم مضوا وكتبوا رغباتهم.
هقول لك حاجه، يعني ال- 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 الاهالي اللي كانوا عايزين تعديل رغبات عدينا رغباتهم مره واثنين وثلاثه لغايه ما خلاص قفلنا تعديل الرغبات كمان. يعني الواحد عايز يبدل من هنا لهنا او يبدل رغبته او فتحنا له برضه تاني، مش عايز فلوس وروح ويسكن براحته، عدينا كل حاجه. هنا كان في حاجه برضو كانت بتضحكنا كتير جدا. كان دايما رغبه ان هم العوده للمنطقه اسمها رغبه البقاء. فكان دايما في الاهالي والناس تحكوا البقاء لله، يعني مفيش بقاء ليك ولا مش حاجه، مش هيحصل، الحق خد فلوسك قابلني قابلني البقاء. انا بقول له يا اكيد جماعة الناس ندمت يعني الابراج دي لما هتخلص في المكان ده وشايفه النيل وفي سره القاهره وابراج فاخره زي دي الناس هتندم هتندم. والله ما حدش هندم. ليه؟ لان كل واحد ساعتها اختار بناء على ظروف حياته. اللي عايز فلوس اكيد وعنده بديل اخر عاش فيه وعايز فلوس تسنده في حاجه اخرى. اللي خد في الاسمرات لقى ان حياته منتقله الى اتجاه القاهره في قلب القاهره كده من الناحيه الثانيه دي. مظبوط. فهو كل واحد اختار الرغبه فعلا فعلا اللي هي تتوائم مع حياته. أكيد.